انطلق مهرجان المغوط المسرحي الثالث في مدينة السلمية على خشبة المسرح الثقافي العربي بمشاركة مجموعة كبيرة من الفرق، وفاء للشاعر الراحل محمد المغوط بن سوريا ورمز الإنسانية والرسالة الأدبية والفكرية والثقافية التي قدمها خلال مسيرته. مهرجان المغوط هو فرصة لنقدم العروض المسرحية لنحتفي بالمسرح بشكل كامل في محافظة حماة، ولنستقطب فرق كثيرة من خارج المحافظة. أردنا أن نقول أن الحياة المسرحية والفكرية في محافظة حماة حاضرة بقوة، وإن كان رموزها الكثيرة التي نحتفي بها على رأسها كما قلت محمد المغوط، طبعا هذا الرمز الكبير للمسرح والحراك الثقافي الفكري. المهرجان تضمن عرضا مسرحيا بعنوان في الحفرة قدمته فرقة أوركيديا للمسرح الراقص، حيث تألقت وأبدعت بوجوهها الشابة. العمل بيحكي عن موضوع أنه هذا الزمن اللي نحن وصلنا له حاليا، اللي فينا نقول ما بعد الأزمة، أنه قد خلف أشخاص مثلا ممكن تكون سيئين، ممكن يكون أنه لا عندي المخلفات أو أضرار نفسية، فلوين ممكن توصل هاي القصص؟ حبينا نوصل الرسالة من خلال هذا العرض أنه الثقافة سواء بسوريا بشكل عام أو بسلمية بشكل خاص الساتة موجودة وعم تتفجر من خلال طاقات الشباب، سواء من خلال عروض مسرحية أو عروض من فنون أخرى. مهرجان المغوط يقام سنويا في مدينة حماة، هو أحياء لذكرى الشاعر الكبير والمسرح الكبير محمد المغوط الذي أبدع وأنتج إنتاجات عالمية عربية أدت برسالة إلى جميع أنحاء العالم أن الشعب العربي يعيش في ثقافة عالية، ورسالة لكل الأجيال من أجل بهذه الإنجازات التي قدمها. مهرجان المغوط الشعري تقليد سنوي يذكر فيه مناقب الفقيد الراحل الكبير والمبدع والناقد والمسرحي والكاتب الكبير ابن سلمية، لذلك يا أربونا وفاء ومحبة يكرم في كل عام بإقامة مهرجان شعري تخليدا لذكرى المغوط. المهرجان رسالة تؤكد أن الحياة المسرحية والفكرية في محافظة حماة وريفها متواجدة بقوة، وأن هذه المدينة العريقة حاضرة دائما في مجال المسرح وفي كل المجالات الفكرية والثقافية.